قريتي اللي اتكتب عنك في مجلة روتانا، قالوا ان انتي تعرضتي لحادث اثناء التصوير، كلام على ورق، ده حقيقي؟ لا، احنا بنتعرض لحوادث حسب ظروف التصوير، يعني ممكن كل يوم، بس اللي مش حقيقي انه دخلت مستشفى وتعرضت لحادث. عمرك رفعتي السماعة لأي رئيس تحرير أو صحفي قلتي له إيه اللي أنت كاتبه ده مش صح؟ زمان كنت بتضايق ممكن، يعني بس نت لا، يعني بتتضايقي بس بتاخدي أكشن أو بتتصرفي أو بترفعي السماعة لو تكلميه؟ مدير تحرير صديق ممكن تحصل يعني شوي. الناس كتير قوي بتشوف هيفاء وهبي النجمة المشهورة الجميلة، الست اللي عندها كل حاجة، شهرة وفلوس ومال وجمال زي ما بيقولوا، يعني حياتها كلها أبيض في أبيض. لو أنا جيت قلت لهيفاء إيه الليلة السوداء اللي مرت في حياتك ما تقدريش أبدا تنسيها؟ لا، في كذا ليلة سودة. طب لو قلت لك أكتر ليلة اللي هو ما ينفعش أنساها؟ أصل هي عشان تبقى ليلة سودة يعني فيها كتير، يعني فيها تفاصيل، يعني فيها جرح، يعني فيها مفاجآت ما كنتش أعرفها. سو من كتر ما الحاجات دي يعني ساعات بتجرح، بحس إنه ما فيني أحكي عنها للعلن. ما ينفعش تكوني عندي وما كلمكيش على طلاقك من أحمد أبو هشيمة. كلام كتير قوي، إشاعات طلعت كتير، قالوا إن سبب طلاق هيفا من أحمد أبو هشيمة هو الإخوان. ما هو قالوا دي هي دي سبب كل بلاوي كل الناس في الوسط الفني. كلمة قالوا، مش كل حاجة بتتقال عن أي حد معروف يعني لازم تبقى صح. لما كنت طفلة كنت أي شيء ينكتب بالجورنال، طالما انكتب بالجورنال بالنسبة لي هو حقيقة. لما كبرت وفتت بالوسط اكتشفت العكس، مش كل حاجة بتتكتب في الجرانين هي حقيقة، بس ساعات في اشياء ممكن تنكتب، ممكن يبقى جزء من الحقيقة فيها والجزء التاني مش موجود. يعني ده جزء من الحقيقة؟ لا، مش قصدي على الموضوع ده. احتمال انا ما بعرف ظروفه شو يعني. انا واحمد جوزنا كان قرار بسيط مبني على، يعني هو كان شخص بسيط حبيت فيه بساطته وانا كنت شخص بسيط. بس انا ليه حاسة من كلامك ان في لا قصدي هيدا الزواج كان على اتفاق والطلاق كان على اتفاق. هلا احتمال يكون كان في عوامل تانية عم تتدخل بطلاقنا سرعت الطلاق بركي، انا ما بقى ماني مأكدة، احتمال. بس في ناس بيتفرجوا علينا دلوقتي هيقولوا ممكن وممكن لا، انتي سايباها مفتوحة، واحنا كنا حابين ان انتي تحطي حد للموضوع ده منعا للاشاعات وللقيل والقال، لان كانت مساحة كبيرة اكبر من اللازم. طب اديك رايحك، انا سالته قال لي لا، ما صدقوش ليه؟ بس صدقتي؟ طبعا لازم صدقه. بس انتي قلتي من شويه احتمال يكون صح. ما اعرفش انا ظروف الناس، ما بعرف مين معقول يكون، لانه نحن قبل يعني خلينا نقفل الموضوع ده. طب خلينا نقفله. في محاوله ان انتوا ترجعوا؟ لا، نحن يعني اصحاب اصدقاء نحترم بعض كتير، كان في بيناتنا عشرة وهي العشرة انتهت وانتهى مع الموضوع. في عصفورة كده خبيثة جت قالت لنا ان هيفا دلوقتي في علاقة حب جديدة. دي خبيثة قوي، صح ولا لا؟ يعني السكوت ده يعني يمكن يكون يا جماعة محدش عارف. ولا يا احلى حاجة في الدنيا الحب، لو موجود انا مش هخبي يعني موجود ولا لا؟ مش موجود. لا، مش يعني ما عندي حب بحياتي.